لا الحتة الخرم ولا مش الخرم دي، ده كان علاء صادق في حلقة من الحلقات، كنت انا وهو في بعض الحلقات. انا احسن سردباك جه في احسن ليبر جه في تاريخ النادي الاهلي، لكن الناس سفلة قلة ادب يعني. ده انا بقول على انا اللي بقول على نفسي كده، انا اللي بقول مصطفى تونس، انا ببارك دول مصطفى تونس. هي هو مين فينا ما بيغلطش؟ مين فينا يعني من بلا خطيئه؟ وبعدين انا في تونس ما غلطتش عشان تبقى عارف يعني. يعني في تونس لو 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 في ماتش مصر اللي احنا كسبناه 3-2 ده، لو في 5 دقايق كنا اتغلبنا. احنا كنا بنلعب شركه ابو زعبل وشركه مش عارف ايه، والناس دي كانت اصلا من احسن الفرق في تاريخ افريقيا كلها. منتخب تونس ده يعني، منتخب تونس ده من اكبر الفرق يعني. لكن منا بلا خطيئه يعني، يعني ولا تفرق. على فكره انا اكبر من كده بكتير قوي. انا عارف يعني، انا يعني سبحان الله الحمد لله، بقول الحمد لله، انا واثق في نفسي جدا، وانا راجل بعتز بنفسي جدا، وبعتز بكرامتي فوق الوصف، فوق ما تتخيل. فاي حد يقول حاجه ما شيء طبيعي يعني. اقول لكابتن مصطفى يونس حبيبي وصاحبي، انك انت خسرت جديد بصراحتك، لكن انا برضه ضميري وبرضه ربنا، ولو الدنيا رجعت بيا تاني مش هتغير ثانيه من اللي انا كنت بقوله ولا كنت بعمله، من وانا بلعب في الشارع لحد ما ربنا هيفتكرني. لان البني ادم مبدا، البني ادم احترم نفسه عشان الناس تحترمه. انا افضل الناس تشتمني احسن ما يقولوا عليا افاق ولا منافق ولا كذاب. الشتيمه ربنا عاهدين عليها حسنه، مش كده ولا ايه؟